يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من القاهرة العظمى 33 والصغرى 23، الإسكندرية 29 21، مطروح 27 20، بورسعيد 21 والإسماعيلية 33 23. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 32، الصغرى 23، إلى عريش 29 20، طابة 34 24، شرم الشيخ 36 26، والغردقة 37 28. أيضا الأقصر العظمى 39، الصغرى 26، أسوان 40 26، الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 26، شلاتين 35 24، وحلايب أخيرا العظمى 30 والصغرى 23. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.